مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع تقدم. مين اللي بعتك؟ ما كنتش عايز أذي حد، ما كنتش عايز أعمل كده.
انت متاكده لما دخل الاوضه ما راحش ناحيه الدولاب خالص؟ هو اول ما دخل الاوضه راح ناحيه اللابتوب على طول. اللي بعته ده بعته تاني ليه؟ علشان يلاقي اللي ما عرفش يلاقيه اول مره. اللي اختار الواد ده عارف تاريخه كله، يعني كان عنده الملف اللي عندكم في التخليه. هو استاذ طاهر كان متعود يحتفظ باكتر من نسخه من نفس الكتاب. بيبقى دايما في نسخه هنا في البيت والنسخه التانيه بتبقى في الدار، بس عمره ما ساب هنا نسختين. يعني سعادتك بتعمل ايه؟ انا اسف، اتفضل كمل شغلك. هو ايه حكايه الشغل اللي بينك وبين حازم؟ ده مش شغل يا حبيبتي، ده واحد صاحبي كان طالب مني خدمه وحازم بيخلصها. لما العربيه وقفت جنب عربيتي هو نزل بسرعه وركب القنبله. مين الراجل ده؟ ده تقريبا الراجل اللي الاستاذ طاهر ما كانش عايز حد يشوفه. بس انا عمري ما شفته قبل كده. قدامك قد ايه وتجهز الورق؟ اسون اسبوس. قدامك يومين بالكتير يا عمرو. اوكي. طبعا نسيت مفتاح البيت في العربيه كالعاده. طول عمرك سافر. السلام عليكم. وعليكم السلام. بيت ربيع فين لو سمحت؟ ربيع مين لا مؤاخذة؟ ربيع حامد نمرة 16. ربيع الله يرحمه يا باشا. ما انا عارف انه توفى. انا بس كنت عايز اعزي اهل بيته. اهلا وسهلا. بس لا مؤاخذة يا باشا في السؤال، حضرتك تعرف ربيع منين؟ هو كان بيصلح اجهزة عندي في الشركة وكان حكي لي على ظروفه. هو انت عارف البيت ولا اسال حد تاني؟ ازاي يا باشا؟ ده ربيع ده زي ابني. اتفضل يا باشا. خلي بالك يالا. ايه يا عم توسو؟ خليك في حالك يا زنجيري. اتفضل يا باشا. دورت الحته كلها يا باشا. دي خطوه عزيزه. شكرا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذه يا باشا، البيت مش اللي هو يعني. ما تقولش كده يا راجل يا طيب. اتفضل يا باشا، اتفضل. والله يا باشا المنطقة كلها اتصدمت في خبر موته. أصل الناس كانت بتحب ربيع ده قوي، كان واد خدوم وجدع وكان بيجري على رزق مراته وأمه. الله يرحمه. اتفضل يا باشا. عمار شوف الواحد بيعدي الشارع كم مرة في اليوم، بس ساعة الغفلة بقى وحشة. عمره يا أبو علاء. أم علاء. أيوة مين؟ أنا عمك توصل، في ضيوف عايزينك. خير يا عم توصل؟ البيع عايز يعزيكم، اصل ربيع كان بيصلح له اجهزه الشركه بتاعته. البقاء لله ونعمه بالله. لا مؤاخذه، ثواني يا بيه. لا مؤاخذه يا باشا، اصل حضرتك جيت على غفله وانت عارف الظروف يعني. مفهوم مفهوم. اتفضل يا بيه. اتفضل يا بيه، اتفضل. اتفضل. أنا تحت يا أم علاء، لو عوزت أي حاجة ندهيلي. ماشي يا عم توصل. أيوة حياتي. لا كان لازم أبات في المكتب. لا النهاردة أنا جاي على الغدا. جاي على الغدا. باي حياتي، باي. حياتك؟ ما هو أنا لازم أقول لها حياتي وحبي والكلام ده. أنت عايزاني أغلط أقول لها يا فريدة أقول لك أنت يا رانيا؟ ما ينفعش. ده إيه الدماغ دي؟ ظابط بره البيت وجوه البيت كمان؟ مامتك كلمتني على فكره امبارح وقالت لي ان انت بتعملي ايه يا شفيق، احنا مش لسه بناكل. ما انا عايزه الحق اروح السوق فلازم اغسل الباقي الاول عشان انت ما تجيش تزعقي لما اسيبهم على السفر. وبعدين عدم لمؤاخذه يعني انتوا بقالكم كتير قوي بترغوا بتاكلوا. اتفضل رد انت عشان تعرف انت سايبني مع مين طول اليوم. معلش يا حبيبتي، روحي يا شفيق انت السوق وانا هشيل الاطباق. هتغسلهم؟
روحي يا شفيقه السوق وتعالي بعد كده اغسلي الاطباق. روحي عشان ما تجيش بقى تزعقيلي لما تلاقي الاطباق متكومه في الحوض. امشي من قدامي دلوقتي، امشي بقولك. بالراحه ما تزعقيش. ايه ده؟ لو احتجتي حاجه من السوق ابقي قولي. انا مش عارفه انت جبتها منين، كتله غباء متحركه. معلش يا حبيبتي استحمليها، البت غلبانه وملهاش حد في الدنيا. معلش عشان خاطرك بس. حاضر. المهم مامتك عاوزاني اروح لها. مامتي بقى والصبح بقولك ايه، هنتناقش بعدين، انا مش عايزه اتخانق. على فكره انا مش عاوزه اتخانق، بس خليك فاكر ان انا بقالي اسبوعين ما شفتش بني ادم، خلاص قربت اتجنن. طب ما انت عندك شفيقه. بقولك بني ادم، بني ادم. عندك حق، شفيقه مش بني ادم خالص خالص. طيب معلش يا حبيبتي، انا بقى هنزل اروح الشغل كده. ما تنزل. هنزل ازاي؟ ده احنا بقالنا اسبوع ما اتقابلناش. عاوز ايه يعني؟ ما انت عارفه انا عايز ايه. أنا عاوزة أقول لك على حاجة. قولي كل حاجة حبيبتي. أنا الدكتور كلمني وقال لي إن نتيجة التحاليل طلعت. دكتور؟ آه دكتور. طيب كويس، كويس جدا، كويس. هو قال لك النتيجة إيه؟ لا ما قاليش، بس حدد لنا ميعاد بكرة وقال لي لما تيجوا نبقى نتكلم. ماشي ماشي. حازم إحنا لازم نروح. ما تجيش تقول لي أنا عندي شغل. حاضر حياتي. ما تقوليش يا حياتي. أنا مش هقول أي حاجة خالص، أنا هقوم أتكل على الله ألبس وأروح شغلي، مش هقول حاجة خالص. بس خليك فاكره احنا بقالنا اسبوع ما اتقابلناش. اسبوع. اتفضل. شاكر شد حيلك، انا عارف الظروف اللي انتوا بتمروا بيها. سكر؟ لا من غير. والله من ساعه اللي حصل وام ربيع راقده جوه والحال زي ما ساعدتك شايف. شايف شايف وعارف اللي انتوا فيه. ربيع الله يرحمه كان حكي لي كل حاجه. الله يرحمه بقى، مين كان يصدق وهو راجع في امان الله التوست عربيه؟ ده اللي انتوا بتقولوا للناس انا في الحته، مش كده؟ قصد حضرتك ايه؟ مش بقول لك ربيع كان حكي لي كل حاجه؟ انا عارف انه مبطل بقاله 5 سنين وان اللي عمله ده كان غصب عنه. والله العظيم كان غصب عنه، الله ينتقم منه بقى اللي كان السبب. مين طلب منه يرجع لسرقتين؟ والله ما اعرف، بس والمصحف الشريف هو ما كانش عايز يعملها لولا انه قال لي انها خدمه لراجل طيب قصده فيها ما كانش عملها. راجل طيب؟ راجل طيب يطلب منه يسرق؟ الله الله. تعالى يا حبيبي. والله يا بيه انا ما اعرف، كل اللي الرابع قاله لي انه هيرجع حق لصاحبه وإن الراجل ده أفضله عليه كتير. طيب بقى ولا مش طيب، الله ينتقم منه مطرح ما هو قاعد، هو السبب في اللي احنا فيه دلوقتي. يا بي احنا اتبهدلنا من ساعة اللي حصل، الحكومة جت شدتني وحققت معايا وفي الآخر مش عايزين يطلعوا لي تصريح دفن الربيع، يعني لا عارف يرتاح لا دنيا ولا آخرة. طيب سيبيني انا الموضوع ده، بعد بكره هتروحي تلاقي التصريح خلص. ربنا يخليك يا بيه، احنا عايشين في الدنيا دي بستر ربنا والناس الطيبه اللي زي حضرتك، بس والله ما انا عارفه هنعيش ازاي بعد ما ربيع مات. انت بتشتغلي؟ لا يا بيه، ربيع ما كانش عايز يبهدلني، بس دلوقتي مضطره اشتغل، هصرف على الواد ده منين؟ هديكي كارت الشركة بتاعتي، هتروحي هناك هتقابلي واحدة اسمها الأنسة عولة، هوصيها تشوف لك شغلانة بمرتب كويس. إن شاء الله يخليك يا بيه، إلهي يجعلك في كل سكة سلام. روح للبيت.
أنا عايزك تخلي بالك من ماما علاء. أنت دلوقتي راجل البيت. فلوسك من التابلو. تمام؟ تمام. أنا هروح المكتب بقى وأبص على الظرف. مش محتاجاني في أي حاجة؟ لو احتاجتك أكيد هكلمك. أنا مش هكون متضايق أبداً لو كلمتيني من غير ما تحتاجيني. عديت فلوسك؟ أكيد تمام من غير ما هات. أشوفك قريب. سلام يا ممدوح. مع السلامة. ايوه يا عادل، انت ازاي ما تكلمش يحيى لحد دلوقتي تعزيه؟ فرق توقيت ايه يا اخي اللي انت بتتحجج بيه ده؟ ما تصحى بدري شويه وتكلمه. اقول انا للناس ايه؟ جوزي ما عزاش اخويا لحد دلوقتي ليه؟ شغل ايه اللي انت بتتحجج بيه؟ ما تكلمه زي ما بتكلمني دلوقتي. غاده، هو بابا لسه ما جاش؟ ثانية واحدة يا عادل بعد إذنك. حبيبتي هو اتكلم وقال مش هينفع يرجع على البيت، لازم يروح على الشركة على طول. طب اتأكدتي إن هو كويس؟ والله العظيم كويس، ما تقلقيش. تعالي تعالي اقعدي، ما تقلقيش، لو في حاجة هقول لك. ما تقلقيش بقى. أيوه يا عادل. ألو. تشربي حاجة معايا؟ احنا اجلنا الموضوع ده اكتر من مره. مش وقته يا ماهر، مش وقته خالص يا فندم. انا مقدر الظرف اللي حضرتك فيه، بس الموضوع مهم ما يستناش. ماهر، انا قلت لك اول ما افضى انا اللي هطلبك، اتفقنا؟ اول ما يجي صالح دخله لي على طول. امرك يا باشمهندس. هو عايز صالح في ايه؟ معرفش. يعني مدير مشروعات الشركه، موضوع مهم زي ده ياجله عشان يقابل رئيس السواقين؟ انت ما تعرفش برضه هو عاوزه في ايه؟ الله يكون في عونه. الو؟ ايوه، مين حضرتك؟ صحفي فين؟ لا معلش، أنا مش في حالة تخليني أعمل أي حوار من أي نوع. لا مش عارفة إمتى. ممكن أعرف حضرتك جبت نمرتي منين؟ طب تمام، لما حضرتك بقى تبقى تقول لي مين مصدرك ساعتها بقى بقول لك هعمل الحوار معاك إمتى. مع السلامة. يا صالح، عملت ايه في نمرة العربية اللي اديتها لك؟ كل المعلومات في الورقة دي. العربية دي اتسرقت من حوالي شهر، وصاحبها اسمه عمرو محمود سعيد. عمل بلاغ في اسم الدقي، ولغاية دلوقتي ما عطرش على العربية، لأن لو عطر عليها لازم يبلغ الاسم عشان ما يتقفش في أي كمين. وعلى فكرة سعادتك،
في ساعات ناس بيعطروا على عربياتهم وبيطنشوا، وكنت عاوز اقول لسعادتك كمان. متشكر يا صالح، تعبتك معايا. مفيش تعب سعادتك، ولو عايز العربيه دي انا ممكن ادي امر للسواقين بتوعنا ياكلوا الزلط، يجردوا المنطقه ويجيبوا لك العربيه. هنحتاجهم اكيد، بس مش دلوقتي. اتكل انت على الله، انا خلاص مش محتاج حاجه. السلام عليكم. الو استاذ عمرو محمود سعيد، معايا معاك المقدم سامح منصور من مباحث اسم الدوري. اهلا وسهلا. حضرتك كنت جيت عندنا الاسم وعملت محضر بسله عربيه من فتره، لا ما لقيناهاش، بس العربيه دي اقتحمت كمين شرطه واتضرب عليها نار، فكنا عايزين نعرف من حضرتك يعني اذا كان حد من اللي سرقوها كلموك. طب وما رحتش خدت العربية ليه؟ أحسن برضو إنك ما رحتش، أصل الحاجات دي مش أمان. طب ممكن حضرتك تديني النمرة اللي اتصلت بيك؟ أكون شاكر جدا. أيوة أيوة تمام، لو في جديد هنبلغ حضرتك. مع السلامة. رقم المطلوب مغلق او غير متاح. ما قلتليش سكرك ايه؟ زيادة. عامل ايه قضية يحيى نور الدين؟ لسه مش واضحة، بس شكلها كده هتعرفني. زي القضية اللي أنا ماسكها، عرفاني آخر قرف. مع إنها محلولة. محلولة ازاي؟ مفيش أي أدلة ولا في بصمات على العبوة، والواد اللي زرعها انتحاري، وأنت عارف الأشكال اللي زي دي مهما عملت فيها في التحيات ما بتطلعش منها كلمة واحدة. الواد ده لا انتحاري ولا حاجة، الواد ده بيشتغلك عشان يزهقك. وأنت عرفت حاجة زي دي ازاي؟ أنت شفته؟ من غير ما أشوفه، أنا حافظ الظهر شبر شبر، المنطقة اللي زرع فيها القنبلة دي، الشارع اللي وراها على طول فيه مدرسة ابتدائي. أنت قلت لي الواد ده مسك الساعة كام؟ 2 الظهر. الأهالي شكوا فيه وهو بيزرع العبوة المتفجرة. حظك هو بيفكها. بيفكها؟ تقصد إيه؟ ثانية واحدة. الو لسه ما نزلش؟ طيب عينك ما تغيبش عليه ولا ثانيه واحده، تراقبه بالطريقه اللي قلت لك عليها. انا مش عايز فاتي، لو في اي جديد كلمني على طول. سلام. قلت لي بقى سكرك ايه؟ سكر ايه بس يا سياده العميد؟ فهمني الاول تقصد ايه. الواد ده طلع عنده ضمير، اول ما شاف العيال خارجين من المدرسه راح عشان يفكوا العبوه، الاهالي شافوه مسكوه. يعني الواد مش انتحاري، يعني كده ابدا احقق معاه بشكل مختلف. انت شاغل نفسك بالواد ليه؟ بقولك ايه، انا فاكر ان المنطقه دي كان فيها كم محل جواهرج كده، شوف الكاميرات بتاعتهم، اكيد كان في عربيه مستنيه الواد ده اول ما يخلص تاخده وتطير. الاهالي اول ما مسكوا الواد ده هتلاقي العربيه دي اول عربيه طارت من غير ما اي حد ينزل منها يشوف الدنيا فيها ايه. انا متشكر قوي يا حازم بيه. هيا وحيد، عايز هو تنزل الظاهر بسرعه. ماشي يا حازم بيه، اشكرك. سلام. ايه يا سلام؟ طب والقهوه؟ لا قهوتي بقى، انت كده ليك عندي عزومه عند الرفاعي. ماشي ماشي مقبول يا سيدي. رفاعي، وفي اعلى من رفاعي؟ يا سلام على الرفاعي، احلى ريش عند الرفاعي. صباح الخير. صباح الخير. انا مريم، واحنا زمايل ايتم في مدرسه وكنا جايين نزورها. اتفضل. ازيك يا
الخير. مساء النور. ايوه البقاء لله. لا اله الا الله ونعم بالله. انا وسام شكري الصحفي اللي كلم حضرتك الصبح. متهيألي انا قلت لحضرتك ما تتكلمش تاني، انا مش هعمل حوارات صحفيه صح؟ ممكن بس حضرتك تهدي وتسمعيني مره واحده؟ انا مقدر جدا الحاله اللي حضرتك فيها دلوقتي، صدقيني لو قلت لك ان الاستاذ طاهر كان زي والدي بالظبط. انا حتى نشرت عندكم في الدار مجموعه قصصيه السنه اللي فاتت. طالما بتقول بقى انه زي والدك يبقى لازم تحترم رغبه بنته في انها مش عايزه تتكلم معاك. صدقيني انا مش عايز اعمل حوار صحفي ولا حاجه، انا كل اللي عاوزه فعلا ان اللي عمل كده في استاذ طاهر ياخد جزاءه. البوليس بيحقق في الموضوع وافتكر دي مهمته مش مهمه الصحافه. بص حضرتك اسمعيني مره واحده بس، من فتره استاذ طاهر طلب مني معلومات عن شخص معين، المعلومات اللي وصلت لها دي لقيته جدا ساعتها، طلب مني ما اقولش لحد الموضوع ده. انا ممكن اقعد مع حضرتك واحكي لك كل الحكايه بالظبط، بس انا دلوقتي احترم رغبتك وهمشي وهستنى لما تهدي وتكلميني. اتفضلي ده الكارت بتاعي. بعد اذنك. الو الو. ايوه مين؟ ودي اتسرقت امتى دي؟ طب اديني نمرتها. ولا اقول لك ابعت لي نمرتها في رساله. امانه شبه في ايه؟ واحد بيقول لي عربيته مسروقه وعايزنا نبص له عليها عندنا. طب وانت فاكر شكل العربيه اللي بيتكلم عنها دي؟ يا عم وانا فاكر اسمي حتى. خلاص قول له يجي. يجي ازاي؟ من غير ما نبص عليها. يا اخي اعتبرنا بصينا، قول له يجي. حاضر. الو. ايوه يا شبح. لقينا العربية اللي أنت بتسأل عليها. أه العربية الكحل اللي فيها خدش من عند جفاري دي. لا ما أنا هقول لك بقى تيجي وهات معاك 10,000. لا يا شبح مش كتير ولا حاجة. لا ما أنا هقول لك تجيلي فين. صح. اتفضلوا. ميرسي. حبيبتي أنا جوه، لو عوزتي حاجة انداي عليا. عاملة ايه يا بنتي؟ زي ما انت شايفة كده. انت مش ناوية ترجعي المدرسة تاني؟ الدراسة بدأت بقالها اسبوع، على فكرة جو الكابل اللي انت عايشة فيه ده غلط عليكي. أدير عندها حق. أنا جدي لما مات وانت عارفة أنا كنت متعلقة بيه قد إيه، ما خرجنيش من الجو اللي أنا كنت فيه ده غير لما رجعت المدرسة تاني وشفت أصحابي. ولما ترجع بقى البيت مش بيتك. وما تشوفش الناس اللي أنت متعود تشوفهم كل يوم. ما أنت أكيد هترجعي المدرسة في يوم من الأيام يعني. أكيد. بس مش دلوقتي خالص. أنا مدية نفسي أسبوع على الأقل. أنت هتعيشي مع عمتك على طول؟ مش عارفه الدنيا متسابه كده، مش بلاقي حد اكلمه. بوفي بره على طول. اكيد بيشغل نفسه بالشغل عشان ينسى اللي حصل. دي حاجه في علم النفس اسمها اسمها فلحسه فارغه. علم نفسي ايه فلوطه انت؟ بوفي كل يوم بيرجع متعور، بيحاول يوصل اللي عمل كده في مامي ويوسف. ليه هو فاكر نفسه مين؟ انت ما تعرفش ابو ايتن كان شغال ايه؟ ده كان من حرس الرئيس. ايه ده؟ ما كنتش اعرف. حد ما يعرفش ابو ايتن؟ ده كان حراسات خاصة ورجل أعمال، ده كان نص الأبهات. ما تلمي نفسك يا دينا، احنا في إيه ولا في إيه؟ والله العظيم كنت وحشيني. طب وعمتك عاملة معاكي إيه؟ هي غريبة قوي، على طول عايشة مع الموبايل وفيسبوك وإنستجرام، عايشة مع نفسها وبتعاملني على إني طفلة. دي بتشربني لبن قبل ما أنام. وكل ما يجي لها موبايل تدخل تتكلم جوه في الأوضة، أكني هتصنت عليها مثلا. ما أنت برضه حطي نفسك مكانها. واحدة كانت عايشة لوحدها في البيت وفجأة لقيت واحدة عايشة معاها، نفسياً هتلاقيها يا ابني. هو أنت عشان مذاكر لك كلمتين سايكولوجي هتقرفنا بيهم كل شوية؟ ما فكك مني بقى. أنت إيه اللي جابك معانا أصلاً؟ ما تلموا نفسكوا بقى. أنت مش شايفة مستلماني من الصبح إزاي؟ حبيبتي انت مش شايفه ان الادويه دي اوفر شويه؟ دي مش ادويه يا حازم، سبلمنتس. المفروض ان الناس العاديه بتاخدها وانت كمان المفروض انك تاخدها. لا انا ما اخدش سبلمنتس خالص، انا ماليش في السبلمنتس. انت
تعالى جنبي بس وانا اثبت لك ان الموضوع مش محتاج سبلوت، الموضوع محتاج يا سافل. انا ما قصدتش اللي انت فهمته، انا قصدي انها فيتامينز الجسم بيكون محتاجها، لو ما خدهاش عن طريق الاكل بياخدها بالشكل ده، مش اللي انت فهمته. الجسم مش محتاج فيتامينات، الجسم محتاج شويه احساسات ومشاعر. يا سلام، هو ايه كمان؟ خد على التليفون واجي لك بنفس احساس. الو ايه؟ خليك ورا المجنون ده، ما تتحركش، الموضوع كده شكله هيكبر. انا جاي لك بقوه حالا، ما تتحركش، يلا سلام. هو انت هتنزل؟ معلش يا حبيبتي، حاله يعني حاله طارئه جدا، يعني معلش انا اسف جدا، انت كنت هتشوف مني قوه خارقه، بس حظك بقى حظك. لا بقول لك ايه بقى، طوارئ مش طوارئ انا ماليش فيه، انا ما سيبش سهره مع اصحابي عشان اقعد معاك، وبقالك يومين بقيت بره البيت، وفي الاخر تسيبني وتمشي. معلش يا حبيبتي، شغل 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 شغل، ملعونه من الشغل ده. حبيبتي خليكي متعصبه ومخنوقه، وانا هخلص مشواري واجي لك متعصب ومخنوق اكتر منك. حافظي على اللي انت فيه يا حبيبتي، حافظي على اللي انت فيه، حافظي على اللي انت فيه. وصلنا. شايفني؟ أنا اللي بقلب نور. لا العربية هترجع، أنا جاي لوحدي. طيب، مع السلامة. خد العربية وارجع أنت يا صالح. يا حبيبي كنت جيت أنا بالسواقين وأجيب لك العربية لغاية البيت وأنت قاعد هناك بدل القلق ده؟ ما تقلقش يا صالح. إن شاء الله بسيطة. واضح إنك أنت ما تعرفش الراجل اللي أنت شغال معاه. يا باشا أنا عارف كل حاجة عنك، بس أنا قصدي يعني هرجع يا صالح. أوامر سعادتك. قلت له جه امتى؟ ولا انا اللي قلت له؟ ايه ده؟ ده جه اهو. اهلا يا شبع، هي ده عربيتك؟ لا مش هي. صح، عارف لو كنت قلت هي كنت دفنتك هنا. هو انت لو مؤاخذه عربيتك ضايعه بقالها قد ايه؟ بقالها اسبوعين. اسبوعين؟ يا عم الله يخليك في حالك. قول لي انت جبت نمرتي منين؟ في واحد جاري عربيته اتسرقت من شهر وانتوا كلمتوه ولما عرفت خدت منه النمره. تقوم تيجي لوحدك كده؟ ما تجيبش حد كبير معاك؟ ايه؟ مش خايف؟
لا ما انا في ناس مستنيني على اول الطريق بره. المهم جبت الفلوس معاك؟ مش لما اشوف العربيه الاول. ليه هو انت فاكر لو ما لقيتش عربيتك هنا يعني هتروح بالفلوس معاك؟ نجيب من الاخر. ايوه هو ده اللي مستنيينه من الاول. انا جاي ومعايا 10,000 جنيه بس مش هاخد قصادهم عربيه. امال يعني هتاخد قصادهم واحد مننا؟ لا هاخد قصادهم معلومه. معلومه؟ مكانك. ايه انتوا مش فتشتوني بره؟ ده انا هطلع الموبايل اهو. صحيح فتشناه. انا هوريكم فيديو هنا العربيه انتوا سرقتوها. حكومه رجال. انت خالد كلمك؟ خالد مين؟ انا شفته دي حمله كبيره قوي. يا نهار اسود يا ده، انا من ساعه ما شفتك وانا مش مستريح لك. يلا ده انا هشفرك هنا حي. يلا